ها نحن في الاحتفالات نتاع ذكرى 60 لعيد الاستقلال، وبهذه المناسبة يتم توزيع 3621 وحدة سكنية على مستوى ولاية تبسة، من بينها 1350 سكن اجتماعي إيجاري، 1400 سكن فيما يخص البيع بالإيجار، 131 سكن ترقوي مدعم، 440 إعانة فيما يخص السكن الريفي. وأخيرا الحمد لله قمنا باستلام المفاتيح، ونحن فرحانين بهذه المناسبة، مناسبة 60 لاستقلال الجزائر، ونشكر رئيس الجمهورية على هذه الوقوف حتى يستلمنا المفاتيح ووزير السكن.